طيب لا انت ترفع يدك تصير تهوك راح الناس تدفع ان الناس تدفع يلعب شكله من هو انطار متاكد اوفو الصدق اني قبل شوي صحيت من نومي وانا عندي اشغال الليل كلها والله اني قايم تحت كوبري لقيت سلمك الله طلبات لراسي والله يعني انا اسف بصراحه اني بتكلم معاك بموضوع زي هذا لكن لولا الظروف ما انحديت ويشهد الله اني يوم فتحت جوالي الا اطالع والله انه $0 ما معي حق شرب حق اكل ما معي حق تاكسي ما معي حق سياره محتاج سلفة بسيطة تخليني أطلب تاكسي أو فيها بريت وأقدم لي على وظيفة وأقدر أخذ لي لقمة عيش تعبان مرة وضعي صعب الله أعلم بالحال الله يعطينا ويعطيكم برجع عند الشحذين بجلس مع هذا الهوملس يس يس ماي فريند وي آر هوملس أحمد كرامة نسيتها نسينا الكرامة بس دقيقة يعني يا ربك الحمد اللاعب يعني ما يقارب عشرين الأشحال وشوي شوف حتى أنا أكلمك قاعد أشتغل الحين يعني ما يوقف شغلي أبد طيب تشتري مني سلام 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 شوف يا خليك هنا طايح يا قبل ما تديني خمسة إيش اللي صار نهيبتي خلتك تطيح طيب تبغى فاتح قفال ترى ما في فاتح قفال الآن كم معك واحد دقيقة بالله ذيك الهليكوبتر هليكوبتر اي والله هليكوبتر في البداية اول ما شفته سلامات ما تشوف شر والله العظيم انك ما تشوف شر ابيعها يا عيال والله العظيم يا عيال صدقوني اقدر اسوي فيها اشياء كثير مرة اي شخص بيخسر وقته متوفر الان هليكوبتر نقل جميع الوظائف يلا رزق مع حسابنا حساب يا عمر يا حس ما شاء الله عليك الجو الارض واقف ثواني تدري وش اكثر شيء عاجبني ان التركيب كله مرتبط ببعض كانها قصه يعني مو كذا مو وانا جالس مع الشرطه فجاه تنقلني وانا ماخذ الهليكوبتر طلعتني وانا هوملس وانا القى واحد اطلبه كم فلوسه التركيب بالمقاطع ابن الذين كلها نقدر نوفر لك فيها وسائل الراحه واختصار الوقت بشتى الانواع مرحبا ايش نوع البضاعه اللي عندك طيب لكن احنا اثنين تقدر تنقل صحيح نقول لكم ايضا مع بضاعتكم كامله ايوه ما تعرفش الشارع ده انزل خلاص مع السلامه بيدق علي مره ثانيه اجي انزل ب 500 ايوه يا باشا عاوز توصيله ليش 500 توصيله عاوز انزل تحت خلص 250 احسن نزلني بس يعني. اديني اياها اول خرب بيت الطمع والغمر ما تزيدها 250 اوصلك هيك يا اول هليكوبتر يا عيال ازرقوا يا عيال فلاش باك الله يعطينا ويعطيكم برجع عند الشحاذين بجلس مع هذا الهوملس يس يس ماي فريند وي ار هوملس احمد كرامتك نسيتها نسينا الكرامه بس دقيقه يا رجال يا حس اوف 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 يا مرحبا بالشيوخ يا مرحبا تفضلوا تبون توصلوا للصيد يعني ما تبون منطقه بعيده ها عندنا عرض اللفه وتور على مدينه لوس سانتوس ايضا على الجبال بالاضافه الى توظيف الجميع بطريقه شرعيه ما عليكم بنوصلكم لا تكون تتم صرف الأموال فأنت والآن يا الثلاثة أحتاج منكم بس عشان نقدر نشتغل بشغل نظيف يريح الكل على كل راس فيكم $3,000 نفس الرجال اللي وراكم اللهم لك الحمد توسعنا بالمجال أكثر أول شيء لو تسأل عن اسم البرتاز سويحان بتعرف أن الرجال هذا جالس يشتغل عند ناس كثار ويحرك فلوسها أنا مو قاعد أحرك فلوس كنت وياه لا أنا قاعد أدخل في البزنس حقي إذا بدخل في البزنس حقي أنا بضر نفسي لكن أنتم ناس وضع عليكم تبغى تشتغل ناس مو جهة عرفت أنها رايح تشتغل أنا قاعد أشتغل عليه
شيخ المدير عندك؟ انا المدير. لا يعني خلاص ادري انت المدير بس يعني في مدير يعني في زميل قصدك زميلي. اها 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 بالله العظيم افضل مقطع مونتاج جاني في مسيرتي كامله في تويتش وفي يوتيوب وبس. لا يا ساتر يا عس تقييم عسره تستهبل.